السلام عليكم إخواني وأخواتي في حلقة اليوم من برنامج نصائح أسرية. حابب اليوم أتكلم معكم عن الثقة. الثقة اللي هي البناء اللي بترتكز عليه أسرة صالحة، أسرة سعيدة. أنا دائما بعد الثقة، وهذا إشي معروف عني، بس ليش أحكي عني وأنا موجود اليوم عشان أسمع لكم وأستقبل اتصالاتكم على الرقم أسفل الشاشة. ومعنا الآن اتصال من الأخت سوسن. السلام عليكم يا أختي. ألا دكتور، ساعدني إيدي بزنارك. لا لا لا، طولي بالك أختي، خذي نفس، اهدي بالأول. دكتور مش عارفة أنا شو أسوي ولمين ألجأ. زوجي يا دكتور إيده والكف عالطالعة والنازلة ببهدلني وبصرخ علي. مش قادرة أظلني عايشة معاه. لا 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 يا أختي، لا، شو هالحكي اللي بتحكي؟ ما بصير، بدك تخربي بيتك بإيدك؟ لازم نحافظ على بناء الأسرة وما نهدمها. الحياة أكيد صعبة مع زوج عنيف، أنا عارف، بس أكيد أحسن من إنك تخوني بأسرتك وتخوني بيتك وتكسريهم. دكتور زوجي سمعني وبده يضربني. أخ ولا مشان لا 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 لا، والله بأني مصدق اللي سمعته، اللي صار مش بصدقه. أختي أنت كيف ما بتستأذني زوجك قبل ما تتصلي على هذا البرنامج وتكشفي أسرار بيتك للعلن وعلى التلفزيون زي هيك؟ أستغفر الله العظيم، أستغفر الله. خلينا نستقبل اتصال من أحد الأزواج، أنا أتوقع بكون أحسن. ألو مرحبا. ألو مرحبا دكتور، أول إشي اسمح لي أشكرك على هالبرنامج الرائع وجهودك مشكورة. شكرا لك يا أخ خليل على هذا الكلام اللطيف، شكرا لك. تفضل، هل عندك مشكلة أو أي استفسار؟ هذا يا دكتور، أنا بشتغل طول الأسبوع من الصباح للرباح وبحب أكل المنسف، ومرتي قال شو؟ قال ما بدها تطبخ منسف. قال ليش؟ قال لأنها بتتعب، ومن يوم ما خلفت بطلت تعمل منسف، وقال بدها ياني تخيل أساعدها بشغل البيت. شوف يا أخي، الحل هو حل واحد، تزوج زوجة ثانية، هذا هو الحل الوحيد. لما شغل البيت واحتياجاتك كزوج تصير أعلى وأكثر من طاقة الزوجة، أنت محتاج زوجة ثانية يعني تساعدها بواجباتها تجاه البيت والأسرة. شكرا يا دكتور، وإن شاء الله راح أمشي بنصيحتك. الله يوفقك. وهيك بتكون خلصت حلقتنا لليوم، وتذكروا مشاهدينا، أهم عمود ترتكز عليه الأسرة الناجحة هو وجود تعاون وتفاهم بين الزوجين على تحقيق احتياجات الزوج.